تعالوا بقى نروح لحديث الساعة، حديث الساعة وصفقات الأهلي الجديدة اللي بقالنا فترة كتيرة جدا الناس بتتكلم وبتسألنا، وطلع طبعا الزملاء الأعزاء في برامج المختلفة ونقاد بعض النقاد الرياضيين يعني بيتكلموا في صفقات. احنا تاني بنلتزم حتى لو عندنا معلومة بنلتزم ان احنا بنتكلم في الصفقات بعد ما بيتم الإعلان بشكل رسمي من قبل النادي الأهلي. اتكلمنا في ده كتير جدا، لكن خلينا نقول بقى خلاص طالما النادي الأهلي يعني أعلن، هتسمعوا حضراتكم بقى مننا يعني الإعلانات أو يعني الأخبار كده بشكل رسمي من كمان طبعا كابتن أمير توفيق مدير التعاقد بالنادي اللي بيطلعنا اول باول بالصفقات اللي كان اخرها انضمام محمد كريستو لاعب النجم الساحلي التونسي لصفوف النادي الاهلي. ده هيكون لمده 4 سنين ونص باذن الله بعد انهاء كافه الاجراءات الاداريه والماليه الخاصه بيه. طيب من ناحيه هنا الكشف الطبي لان ده مهم جدا، سمعنا اكتر من صفقه. اي صفقه بتتم مع اي نادي يا كريم طبعا زي ما حضراتكم عارفين لازم بيكون في فحص طبي او كشف طبي. الكشف الطبي ده على اساسه بيتم التعاقد او الصفقه بتكمل او لا. حتى لو كنا سمعنا قبل كده اسماء والاسماء دي تم الاعلان بعدها ان هي لن تنضم لينا وفقا للتقرير الطبي، فده بيكون امر عادي جدا بيحصل في كل انديه العالم. اي لاعب حتى لو كان مين لو سقط في الفحص الطبي او كان عنده مشكله التعاقد بيكون غير يعني متمم. فده اللي حصل يمكن مع احد اللعيبه اللي كان اسمها مطروح، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الصفقات اللي هي خلاص الاساسيه والصفقات اللي تمت بشكل دلوقتي فعلي. كريستو من مواليد 2003 خليني اقول لحضراتكم يعني بيلعب نتكلم تحت 21 سنة وكان بيلعب مركز جناح أيمن في النجم الساحلي وشارك الموسم ده في 6 مباريات مع النجم الساحلي وسجل 5 أهداف وصنع كمان هدفين. وهو لعب في العموم لو بلغة الأرقام لعب 30 مباراة في جميع المسابقات سجل من خلالهم 7 أهداف وصنع 3 آخرين، وبمعدل كده بيقيسوها بقى بالأرقام وبالتحليلات كده وبالإحصائيات 1.686 هدف لكل دقيقة هو لعبها. أعتقد ده معدل رائع جدا محترم جدا وصف صفقة تقيلة لو احنا هنتكلم يعني. وطبعا بالتوفيق كريستو كل الناس مبسوطة وهو حتى كان عمل أكتر من فيديو صرح، هنتكلم في كل ده على مدار أكيد الأخبار اللي جاية.